دايما في المواقف الصعبة بيبقى حوالينا ناس، ناسنا أصحابنا جيراننا أخواتنا، بيبقوا شاهدين بينا وبينهم مكالمات، بينا وبينهم رسائل، بينا وبينهم مواقف، أسئلة، حتى لو احنا متخبطين. فكان لازم أدور على ده، يعني هو مش عايش لوحده، أكيد مع ناس، ولو هو صادق هيبقى الناس اللي معاه شاهدين على ده، أو معاهم منه أسئلة، أو معاهم منه رسائل واتساب بوقتها وبتاريخها. بفعل لقيت صحاب لي هم موجودين، كانوا جايين معايا، ما كانوش عارفين ما هنتكلم مع بعض أصلا. قلت لي أنا معايا من أول ما كانت سارة في المستشفى، أول ما دخلوا من قبل إيه بقى؟ إحنا من ساعة الحادثة احنا رحنا لهم عند العربيه، وكنا معاه في الاشعه المقطعيه مع ساره خطوه بخطوه. هو اصلا كان كل كلامه يوميها ملكوش دعوه بيا، شوفوا ساره اهم حاجه، ساره وكانت هيكل مش هتصوت مصطفى، انا عاوز مصطفى جنبي. هم كانوا نايمين على اتنين، دي على هو على سرير وهي على سرير، هو امن على سرير وقع في الارض، جبنا له كرسي عشان يبقى قاعد جنبها ماسك ايديها كده، حضرتك يعني ماسك ايديها كده قاعد جنبها، قاعد على كرسي بعجل في المستشفى بعد الحادثه على طول. ساعتها بعد الحادثه في المستشفى هو اتصل بمؤمن اخوه واحنا كنا قاعدين مع بعض، ورحنا جرينا احنا واصلين له، لقينا هو اصلا فتح الباب اللي جنبنا قاعد جنبها على الارض قدام العربيه، لافف راسها وراسه بتيشيرت لحد ما حد يجي يلحقه. اللي شفنا عشان لقينا عربيه اسعاف نقلناهم على طول. صعب، احنا شفناها كده من غير لزق ومن غير شاش والكلام ده، منظر لسر عدو ولا حبيب، منظر صعب حضرتك. يعني تخيلي بقى انا وخطيبتي خارجين فجاه بنضحك وبنهزر، لقينا نفسنا غرقين في دمنا. انتوا شباب وتعرفوا غيابه 3 ايام كان صعب، وصلها ان هو مش موجود جنبها، هي ملهاش ذنب. احنا صحابه كنا في القسم معاه، يعني كل يوم بندور اسم العمريه نقعد كل يوم معاه، احنا بياخدوه مننا كلام عشان خاطر يوصلوا لحاجه. قلت لي بعد الحادثه على طول، كان بقد ايه وقت؟ كان حوالي بالظبط مصطفى كان طلع كان عاوز يشوفها، انا طبعا كنت بتابع مع حد من جوه، كانت ساره داخله العمليه بنسبه نجاح 20%، كانت ما كناش عارفين ممكن تطلع تبقى فاقد البصر. اللي طلعت من العمليه بعد مصطفى روح بالظبط الساعه 4:57 دقيقه الفجر يوم 13. تمام، اول ما عرف الموضوع كلمني قلت له بص يا ابني الحمد لله، الحمد لله اصلا طلعت فاقد النظر، العمليه دي كانت صعبه. تمام، قال لي انا مش قادر انطقها ومش شايفها كده، انا حاسس ان في حلم وحش، ساره لسه في عينيها زي ما هي. تمام، يا ريت الطلق كان كله جه فيا انا، اقسم بالله ونعم بالله العلي العظيم انا مش هسيبها مهما حصل، ده في ده حياتي اقسم بالله، انا مصدوم مش مصدق لحد الوقت اللي حصل ده بعد ما طلعت من العمليه بالظبط. ده كان رده، ده كان رد مصطفى. طيب هو قال لي ان هم خدوا نفسهم وراحوا عشان يزوروها. ايوه احنا رحنا كلنا، كنا احنا اصحابه واقفين تحت، واخوه وابوه وهو طلع، حصلت مشكلة وما بص حتى يعني في ناس شاهدة ايه في بوست اهو نزل في يعني بص بتقول لك ايه المشكلة، ان انا شفته بعيني تحت البيت ويقولوا مش بيجي، دي واحدة من الجيران بدون ذكر اسامي يعني فعلا، مش انتوا اصلا، مش احنا اصلا، دي واحدة ايه في بوست نازل على الفيس اهو سكرينات يا حضرتك. تمام، وواحدة تانية بتقول فعلا ده صح، كله بيتكلم وهو مش فاهم حاجة. تمام، يعني كله بيتكلم، بتأمن على كلامها، بتأمن على كلامها، بترد عليها بقى كده. اتفضل. هاجر وسلمى ونور، حلو، ده ناس احنا ما عملناش صله بيهم اصلا، هي بس كرنات دي منطقه. هي في حاجه في مهمه عشان كله بس بيقول، حتى لما طلعت في القاء هو راح مره واحده بس، هو قبل ما يروح المره واحده بس كان كل يوم بيحاول، ومؤمن اخوه كان بيفتح السبيكر بيسمع مصطفى طيب يطلع حتى هو لوحده يبص عليه خمس دقايق، لا يا عم مصطفى، لا يا عم مؤمن، ده ما ينفعش دلوقتي، الدنيا تهدى بلاش دلوقتي. تمام، تهدى من ايه؟ ده بنتهم محتاجاه اكتر من اي حد، بس ده اللي بنتكلم فيه. بصي ودي واحده تانية بتقول ده فعلا صاحب جوزي كان معاه يوم بيوم في القسم وفي المستشفى، بصي كاتبه بوست قد ايه، دي واحده جاره برضو ما نعرفهاش ولا ليها صله بمصطفى، يلا مرات صاحبنا، واحنا من نوع منطقه شعبيه يعني مش اي حد يخش البيت، انا صاحبي وصاحبك على القهوه حضرتك. سارة لو سمعتكم، سؤالي ليه عشان تفهموني، لو سمعتكم تعرف اصواتكم وتعرف ان انتوا قريبين منه؟ لا مش للدرجه دي، هي دي المشكله دي. هي ممكن تعرف شويه، انا عشان هي
انا يعتبر يعني شغله مصور فمعروف يعني. شويه فهي ممكن تكون عارفاه من بعيد على صوتي فيديوهات الكلام ده. بس ابوها اللي يعرفني كويس وخالص صغير يعرفني كويس لان انا عندي محل كاوتش هنا ورا الشارع اللي ورا ده جارهم يعتبر في نفس الشارع جنب السوبر ماركت. جنب السوبر ماركت. هسألك سؤال تاني، انتوا كو اخوات بنات؟ اه. بعيد عن مصطفى خالص، تمام، الموقف ده لو حصل معاكو او انت اتحطيت فيه مكان مصطفى او حد منك اتحط فيه مكان ساره، كنت هتتصرفوا فيه ازاي؟ من ناحيه ايه حضرتك؟ من ناحيه كل الموقف، لو اهل رفضوا وجودك، لو انت مش عارف توصل لها، لو انت بتقفل الباب في وش اللي جاي، كنت هتتصرفوا ازاي؟ كنت هعمل نفس اللي عمله مصطفى. هو كان رافض يطلع عشان الموضوع ما يجرش في السوشيال ميديا، بس طالما وصل كده لا انا بحاول اطلع عشان اوصل لها صوتي. هي بيوصل لها عكس اللي بيحصل اصلا. عارفه لو انا بطلع السوشيال ميديا وعندي تيك توك وبعمل كل ده، لكن مصطفى مش بتاع السوشيال ميديا، مش بيحب كده. طب هو قولوا لي، انتوا قابلتوه طول الوقت بعد الحادثه؟ كنا دايما. ايه اللي كان بيرتب امتى هيشوفها؟ هيعمل ايه؟ يا حضرتك هو مصطفى عايز يشوفها من يوم الحادثه. بص حضرتك انا عاوز اقول حاجه مهمه، ان هو مصطفى من ساعه الحادثه كان كل يوم بيروح الفجر، في يوم بس يعتبر اللي هو طلع بدري فيه كان الساعه 2 بالليل. اول ما ركب معانا العربيه انا عاوز اروح مستشفى الميديا. هو اللي بتقولوه ده معقول يوازي التضليل اللي كلنا فيه؟ تقولوه ده يعني يبقى احنا عايشين في غفله وكذبه. في حاجه مش عايز اقولها. اتفضل. ازاي بقى اي حد جاي من طرف مصطفى ما بيخشش من على الباب؟ مش ما بيخشش للساره، ما بيخش من على باب الشقه اصلا. الناس اللي عملوا كده اول ما اتمسكوا في كان في بلوجر اتكرش قدامنا وغيرنا شاف كده اهو، في دلائل بتقول الكلام ده مش احنا اللي بنقول. كان في بلوجر اللي اسمها رؤية اشرف، تمام، كانت بتتابع معايا الصراحه. اول ما عرفت ان الناس دي اتمسكت على طول نزلت خبر، ما كانتش بتهاجم فيه ساره ولا بتهاجم فيه مصطفى، دي بتقول في خبر كويس ان الناس دي اتمسكت. جاء تليفون من ساره، بس مليون في المية حد في البيت يعني يا صحابها اللي بيقولها يا إما والدتها خلتها تتصل برؤية تقول لها امسح البوست. طب ما انتوا لازم اللي بينزل كله حزين، احنا لازم نبشر الناس دي اتمسكت. مين المفروض يتهاجم، مصطفى ولا اللي عمله كده؟ مين اللي دمر مستقبله؟ يعني ايه هم مجني عليهم؟ يعني ايه انا لا هما الاثنين دلوقتي احنا شاكين في خطيبها. شاكين ازاي؟ هو اللي عمل كده، هو وراه حد، هو اللي هو في حد مستقصده. طب ما احنا نزلنا خبر والناس دي اعترفت، والناس دي على فكره كانت عامله كذا حادثه بنفس الطريقه ونفس التثبيت، وكل ده الكلام اتقال في فيديو، والفيديو اتمسح بناء على طلب اهل ساره، وساره كلمت رؤية تمسح. احنا فيديوهاتنا ما بتتمسحش. تمام ماشي. مين شاهد على بيع الشقه؟ كلنا. وعلي واحد صاحبنا كان هيشتريها بس جاب شقه. ممكن اكلمه دلوقتي في التليفون؟ كلمه. وبيع الشقة ده كان بيتباع ليه؟ بيتباع عشان خاطر يقف جنب صورة، عاوز يجمع، وعايز يبقى معاها فلوس في جيبه بدل ما هي في الشقة، بحيث لو احتاجت حاجة ولا حاجة يعملها. الو يا عبد الرحمن، معلش بس سؤال مع عبد الرحمن على السريع. ايه؟ معلش هسألك سؤال على السريع بس. هو مصطفى كان عرض عليك ايه، او انت كنت بتدور على ايه عشان تشتريه؟ كنت بتدور على ايه عشان تشتريه؟ كنت مع مصطفى كان بيبيع لك ايه؟ كان بيبيع لي؟ كان بيبيع لك ايه؟ مصطفى عطيه كان بيبيع لك ايه؟ كان بيفرج على الشقة، كان عاوز يبيعها صح؟ هو مصطفى كان بيبيع قبل الحادثة؟ مصطفى كان بيبيع عشان ياخد شقة تانية أحسن قبل الحادثة. بس ده قبل الحادثة. أول ما طلع وعارف إن محتاج عمليات، أنا عاوز أبيعها بأي سعر بأي طريقة، لا بيع لي الشقة دي. بس ده اللي بنتكلم فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ محمد، حضرتك كنت جاي تشوف ايه؟ مشجع. الايه؟ الشقه. تمام ماشي، انا في انتظار حضرتك. اول لما تبقى جاي برن عليا. خلاص ماشي يا باشا. ماشي يا استاذ محمد. في ناس في البلوك نفسه؟ في ناس في الشقه، بتعالى اتفرج عليها. في ناس فيها غاز يعني. يعني الغاز داخل عند الباب يعني. ان شاء الله. ان شاء الله.
الأول. ماشي ماشي، سلام سلام. أو يعني نية البيع كانت موجودة طول الوقت. كانت موجودة عشان ياخد الفلوس دي يديها الفلوس، يبقى معاه فلوس ان هو لما يبقى جنب سارة. حتى بعد اللي حصل قبل الحادثة، يعني حتى بعد اما سارة طلعت وقالت انا هو مش جنبي، ما تهزش لحد النهاردة، ما تهزش. قال لي انا عارف، انا لو دخلت لسارة الخمس دقايق عارف ان سارة هتصدق، ان الموضوع ده كله هيتغير. هو عنده ثقة في سارة مليون في المية. حد فيكو قال له ما خلاص بقى؟ عشان احنا عارفين، عشان احنا زمان من ابتدائي حضرتك، شكلكوا جرين قوي. اه ايوه، بس يعني محدش قال له خلاص هي مش عايزاك واهلها مش عايزينك والموقف بينكم بقى صعب قوي، هي في حالها وانت بتبيع شقتك ليه؟ حضرتك قدام مننا امبارح بالليل والده كان بيتكلموا في الموضوع، ووالدته هم عايزينها، يعني حتى اهله في البيت مش 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 مهبلين على الموضوع ده، هم عايزينها وبيقولوا له ما تسيبهاش. تخيلي اهله بيقولوا كده، اللي بيحب بقى هو بيتابع الكومنتات. ما طب انت شايف الكومنتات يا مصطفى؟ ما يهمنيش الكومنتات، انا ما يهمنيش اي حد. كلنا طلعنا، هو ربنا عالم، هو ده اللي حصل. كلنا طلعنا اتكلمنا في الكومنتات يا مصطفى، يا ابني اطلع، احنا يعني اللي اكبرناه اللي هو يطلع. هو ما كانش عايز يطلع برضه بعد كل ده، اللي يقول يقول مش مهم، المهم انا ايه، المهم انا ما بيني وما بين ربنا ايه، واللي يقول يقول. هو الناس مالهاش غير الكلام حضرتك. اللي جوايا من ناحيه صوره مفيش حاجه اتهدت من ناحيته خالص، بالعكس بيزيد. لكن انا مش هفضل اسمع من حد غير من صوره، اتكلم معاه واعرف الكلام ده حصل ازاي. تتصل بيها كده يا مصطفى؟ فمهما اتصل ما كانوش بيوصلوني ليها، واخش لها غصب عنك وكل حاجه لانها بنتي. تقول لي لا مش بنتك، قلت لا بنتي. اهل سارة مش بيحبوني، لا لا من كل قلبي، انا هفضل جنبها ومش هسيبها لغايه لما تبقى في احسن حال ونبقى مع بعض في بيت واحد كمان.